2017. أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي RTA خدمة القيادة الذاتية بأول سيارة ذات 10 مقاعد مخصصة لهذا النوع من التنقل على مسار سيمتد على مسافة 700 متر وسط مدينة دبي. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة دبي لتحويل 25% من عمليات النقل إلى قطاع القيادة الذاتية بحلول العام 2030.